معي 10 دقايق ونص. يلا. الإنسانية رابع نقطة، الإنسانية ثمار حقيقية. بمتى صح 3 وعدد 8 بيقول المسيح اصنعوا ثمارا طليق بالتوبة. تعرفوا لما يصير شخص ابن للرب لازم يصير يتصرف بشكل يليق بالرب، أو بكلام آخر اصنعوا ثمارا تليق بعمل المسيح اللي بيقود الناس للتوبة. ما هيك هو عمل المسيح اللي يقود الناس للتوبة. شو هي هذه الثمار؟ يسوع حكي عنا حرفيا لما اجوا تلاميذ يوحنا المعمدين عم يسألوه هل أنت المسيح؟ قال لهم العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون. كل هؤلاء أتوا للمسيح، بتعرفوا شو عملوا؟ لمسوه. بيقول الكتاب المقدس وكل من لمسه نال الشفاء. هي هذه ليش اللمسة؟ شو فيها سحر؟ لا، لأنه فيها لمسة إيمان. هاليلويا. ثمار الإنسانية بتظهر بحياة الإنسان التلميذ ليسوع مثلكم ومثلي، تظهر تباعا. بسبب شو؟ بسبب التوبة والعلاقة الصحيحة مع الله. الجهل والعمى الروحي يصبح بصيرة. العرج بأمور الحياة، الفشل. بتعرفوا إذا واحد بده يوسف الثاني يقول إنه بضل مثل الأعرج، ما بيعمل شغلة إلا بيفشل فيها. العرج بأمور الحياة والفشل فيها يصبح لدى الإنسان قدرة لمعرفة الطريق الصحيح. البرص، أنتم بتعرفوا إنه كان مرض معدي، كان على الإنسان إنه يكون بعيد عن الناس. فالبرص اليوم شو هو؟ هو عبارة عن ناس تعبانين في نفسياتهم، يصبح لديهم القدرة إنه يتواصلوا مع الرب ويصير عندهم حديث معه بدون ما يكونوا معزولين على الإطلاق. ما في وجود للوحدة. المساكين هن اللي بيحسوا بالدونية، ما أنا شو نفع بالحياة؟ ما لي لزوم أو ما عندي قيمة. الرب يعطيهم كرامة مضاعفة. هاليلويا. والموتى، نحن كنا موتى من الخطية. شو بيعمل الرب؟ بيخلينا نختبر الحياة الفياضة. فياضة فياضة. لذلك تطور الإنسانية اللي خلقها يسوع تنبع من اللحظة اللي بيؤمن فيها المسيح بالإنسان بعمل المسيح. هنيك بتبلش تنبع معك الإنسانية. صدقوني بس تختبروا المسيح لوحدك بتصير تحب غيرك، مع أنه أنت بتعرف قبل اختبارك للمسيح أنه العمل المنيح مع غيرك هو عمل جيد. شايف أنه لازم نعمل خير بس ما بتعمل. إذا تطور الإنسانية بينبع من اللحظة اللي بيؤمن فيها الإنسان بعمل المسيح في حياته، وبتتدرج هيدي الفكرة، فكرة الإنسانية، من مجرد فكرة مبهمة غير واضحة. وأحياناً بفكر الإنسان أنه مش موجودة بدليل شو عم يصير حوالينا من قتل وإجرام. فبيتدرج الإنسان المؤمن من فكرة الإنسانية المبهمة غير واضحة إلى مسار تصاعد. هاليلويا. بيصنع كل الفرق اللي سعى المسيح إنه يعمله لحتى يوصل مجتمعاتنا إلى مجتمعات راقية محترمة، لا وجود فيها لا لأمراض نفسية ولا لفقر ولا لحاجة. لأنه الناس كلهم شو بيكونوا عم يعملوا؟ عم بيساعدوا بعضهم بالإنسانية اللي تعلموها من يسوع. هاليلويا. وهذا هو المعنى الأقصى لكلام المسيح جئته. كيف اجى؟ بهاية مين؟ بهاية إنسان. جئته لحتى يعلمنا الإنسانية لتكون لكم حياة، ولتكن هذه الحياة أفضل. أو كلمات المسيح. هذه هي إنسانية يسوع. آمين. صناعة إلهية، ثقافة وجدانية، حالة واقعية، ثمار حقيقية. والرب يبارككم. مبسوط فيكم. بالله. إذا